شركة سامسونج تطور شريحة جديدة أو رام جديد حيكون أقوى أسرع أقل استهلاك للطاقة. شركة نوكيا راح تطلق نوكيا 5 إكس بمعالج من ميديا تك. وشركة أبل تعلن عن جهازها الماك بوك برو الجديد بس عليه شوية مشاكل. شركة مايكروسوفت تطلق تابلت جديد أو لوحي جديد بسعر $400. وشركة ميزو بتسرب صور لجهازها الجديد اللي حيكون مواصفاته بصراحة خرافية. السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أخبار تقنية مع سيزار فؤاد العدم. الضوء كان يطفى علي ففي حرارة عالية وفي مشاكل، يا رب نكمل الحلقة من غير ما نخسر الضوء. نبلش، نبدأ بشركة سامسونج. شركة سامسونج طورت شريحة جديدة رام جديد أو ذاكرة عشوائية جديدة الـ LPDDR5. هاي حتكون أقل استهلاك للطاقة، حتكون أسرع، حتكون أقوى. هاي الشريحة كثير حنستفيد منها، مش راح نشوفها بالأجهزة حاليا ولا بالنوت 9، حنشوفها بالأستن. أعطوا مثال على سرعة نقل البيانات لما تستخدم هاي الشريحة، حتكون انه بتقدر تنقل 14 فيديو فول اتش دي خلال ثانية واحدة. ممكن نستنى ارقام اكثر من هيك واحسن من هيك، ولكن هاي الشريحة مبشرة بالخير. نوكيا قربت تطلق جهازها النوكيا 5 اكس او نوكيا 5.1 بلس. مميزة هذا الجهاز انه بالعادة الجهاز نوكيا 5 او نوكيا 6 كانت فئة اقل حتى من متوسطة، كانت اضعف من هيك. هذا الجهاز الخمس اكس حيكون عنده معالج من ميديا تك اسمه الهيليو بي 60. وعشان اذكركم، اذا بتتذكروا الاوبو عنده هذا المعالج، وانا من تجربتي الشخصية يعني للالعاب للاداء رائع جدا، فانا كثير متحمس. شركة ابل اطلقت لابتوب جديد الماك بوك برو. هذا اغلى لابتوب عندها، ولكن اليوتيوبرز بعضهم اشتروا الجهاز وبلشوا يستخدموه. بينت فيه اول مشاكل الحرارة. معنى الحرارة باللابتوب انه مش راح تقدر تستفيد من اقصى درجات المعالج الموجود، يعني حيكون عندها معالج i9 افضل معالج، لكن بسبب الحرارة ما راح تقدر تستفيد من هذا المعالج. فيا ابل، يعني صنعتي جهاز هيك وحقه ممكن اعلى نسخة حتكون حقها $7000، يعني ضبطي موضوع الحرارة شوي. الريزر مثلا ما عندها مشكلة حرارة. إذا أنت بتحب التابلت، بتدور على تابلت، ما بدك الآيباد ولا بدك من سامسونج، مايكروسوفت بتعمل التابلت سيرفس، جهاز خرافي. طبعا صار هذا بطل تابلت، صار كمبيوتر ولابتوب، بس فيها لنسخة من سيرفس جو حقها $400. تابلت جدا رائع، ممتاز جدا، شكله جميل، وبنصحك تشوف هذا الجهاز. وتميزت مايكروسوفت بالتابلت. شركة ميزو الصينية يمكن ما بتعرفوها، لكن هي شركة صينية مشهورة في الصين، قريبة من أوبو، يعني قوية بهاي الدرجة، لكن مش مشهورة كثير في العالم. على كل حال، عندها جهاز بتجهز له. هذا الجهاز اسمه ميزو 16. أنا آسف بحكي بسرعة لأنه الضوء بلش يخرب، يمكن ما قدرش أكمل الفيديو، فمضطر أحكي بسرعة. هذا الجهاز يتميز إنه حيكون عنده معالج سناب دراجون 845، حتكون بصمة بالشاشة، وبنتائج فحص الـ AN22 أعطى رقم خرافي، فمعناته الجهاز حيكون أداؤه فعلا خرافي. إن شاء الله نشوفه عن قريب. أنا آسف إنه الضوء خرب وأنا بصور الفيديو، بظبطه إن شاء الله المرة الجاي. يعطيكم ألف عافية، بشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.